صحة وسعادة. يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. هذا البرنامج تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. نرحب فيكم في حلقة جديدة في يوم الأحد، وأهلا مثل ما نقول بالبدايات الجديدة. يسعدنا دائما أعزائي المستمعين تواصلكم وتفاعلكم معنا ومع ضيوف حلقاتنا لليوم. أعزائي المستمعين، اليوم بكون معاكم في تقديم برنامج صحة وسعادة، محدثتكم آمنة آل علي. في حلقتنا لليوم بنتناول آخر الأخبار والدراسات العلمية والعالمية وآخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي، واليوم أيضا بنتكلم عن برامج ومبادرات صندوق الصحة بهيئة الصحة بدبي، وكذلك بنتناول أفضل الأطعمة لوجبة الإفطار. كونوا معنا أعزائي المستمعين على مدار هذه الساعة. خبرنا لليوم يقول: الوجبات النهارية قد تقلل المخاطر الصحية المرتبطة بمناوبات العمل الليلي. يقول الخبر: توصلت تجربة سريرية إلى أن تناول الطعام في المساء، وهو ما يفعله الكثير من موظفي المناوبات الليلية، يمكن أن يزيد مستويات الجلوكوز، بينما قد يمنع تناول الطعام خلال النهار مستويات الجلوكوز المرتفعة المرتبطة بحياة العمل الليلي. وقال معدو الدراسة التي أجريت بدعم من معاهد الصحة الوطنية الأمريكية إن النتائج يمكن أن تؤدي إلى تدخلات سلوكية جديدة تهدف إلى تحسين صحة موظفي المناوبات الليلية، الذين أظهرت الدراسات السابقة أنهم معرضون بشكل متزايد للإصابة بالسكري وأمراض القلب والسمنة. وقالت الباحثة ماريشكا براون، وهي مديرة المركز الوطني لأبحاث اضطرابات النوم التابع للمعهد الوطني للقلب والرئة والدم، إن هذه الدراسة سريرية دقيقة تؤكد وجود تدخل محتمل لآثار الأيض الضارة المرتبطة بمناوبات العمل، وهي مصدر قلق معروف للصحة العامة. وتوصل أيضا الباحثون إلى أن تناول الطعام في المساء يرفع مستويات الجلوكوز، وهو عامل خطر للإصابة بالسكري، في حين أن اقتصار الوجبات على النهار يمنع هذه الآثار. وارتفع متوسط مستويات الجلوكوز لدى الأشخاص الذين يتناولون الطعام في المساء بنسبة 6.4% خلال محاكاة العمل الليلي، بينما لم تظهر أي زيادة كبيرة لدى الأشخاص اللي يتناولوا الطعام خلال النهار. فأعزائي المستمعين اللي دواماتهم شفتات أو اللي يداومون لفترات طويلة في المنسى، ننصحهم إنهم ينتبهون لوجباتهم الغذائية خلال هذه الفترة. ومثل ما نعرف كلنا بأن يوم أمس كان يصادف يوم اللغة العربية، وبما أني من الناس اللي يحبون اللغة العربية بشكل كبير، والوديني أقدم البرنامج كله بالعربية الفصحى، لأني ربيت وتأسست على حب اللغة العربية من الصغر صراحة، لأن يعني 24 ساعة كنا نقرأ كتب باللغة العربية، نقرأ قصص باللغة العربية، فخلاص تولد حب اللغة العربية في قلوبنا. فالحين بقول لكم بعض المفردات اللي باللغة العربية، يعني هو مفرد واحد بس شوفوا كم نقدر نقول هذه الكلمة. الكلمة بالإنجليزي تقول you made my day، ولكن بالعربي نقدر نقول هاي الجملة بمعنى أسعدتني، أبهجتني، أفرحتني، أبهجت قلبي، أثلجت صدري، أسعدت يومي، ملأت يومي بهجة، أضفيت على يومي السرور، ونقدر نقول أيضا أدخلت علي السرور،
وكذلك يمكننا أن نقول أشكرك أنه يوم سعدي. فشوفوا كم كلمة باللغة العربية مثلت هذه الجملة اللي دائما نقولها باللغة الإنجليزية إذا حد سوالنا شيء حلو أو أسعدنا. دائما تشوفون الناس يكتبون you made my day، ولكن يمكننا أن نترجم هاي الكلمة باللغة العربية بأكثر من معنى، وتحسون المعنى باللغة العربية يكون أقوى وأجمل. فشو أحلى منك تقول حق شخص أسعدني أو أبهجتني ولا أدخلت السرور لقلبي. فنحن دائما أعزائي المستمعين ننصحكم أنكم تعتزون باللغة العربية، لغة القرآن، لغة الضاد، ولغتنا نحن العرب والمسلمين. أعزائي المستمعين، بعد هذه الكلمات البسيطة في حب اللغة العربية بننتقل لمستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها، سواء على صفحات هيئة الصحة بدبي أو الصفحات الأخرى ذات العلاقة، وهذا طبعا دائما اللي نعرفه مع زميلتنا أسماء الجناحي. صباح الخير أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة دبي. يا هلا فيك أسماء، وافتقدناك الصراحة يوم الخميس. طمني إن شو امتحاناتك إن شاء الله تمام؟ الحمد لله، هلا عدت على خير. عدت على خير الحمد لله. زين أسماء، خبرينا شو هي آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي اللي فاتتنا من الخميس؟ نحن عندنا موجلة قاعدين نستلم مجموعة من الأسئلة بخصوص اللقاحات اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي. من ضمن الأسئلة، هل بدأت هيئة الصحة بتقديم اللقاح للفئات اللي تحت 12 سنة؟ هيئة الصحة يبدأ تطعيمات في هيئة الصحة من عمر 12 سنة فما فوق. في حال وجود أي مستجدات أكيد راح نقولها في البرنامج الإذاعي وعبر قنوات التواصل الاجتماعي. نتمنى من الكل يتابعونا لأي إعلان بنحطه بخصوص التطعيم. أيضا هناك بعض الأسئلة اللي يسألون على موضوع الجرعات الداعمة وكيف يقدرون يحجزونها، هي بنفس الطريقة لحجز الجرعة الأولى من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي. في حال وجود أي مثل واحد ما عرف كيف يحجز، دائما يمكن لهم يتصلون على مركز الاتصال 8342، وأكيد الفريق الموجود بيساعدهم وبيكون معاهم ليه ما يتأكد أنهم يعني حجزوا موعدهم للتطعيم. ايضا من ضمن الاشياء اللي يسالوننا، يعني انا بعد اشوف بعض الاشخاص يعني يسالون اليوم انت انا عمري 20 سنه واخذت الجرعه الداعمه قبل 6 شهور اقدر اخذ؟ يبدا التطعيم من عمر 18 سنه فما فوق من بعد مرور 6 اشهر من الجرعه الثانيه. مجموعه من الاشخاص يسالوننا اذا كانوا ماخذين تطعيم اوكسفورد استرازينيكا هل إنهم يحتاجون يأخذون الجرعة الداعمة؟ نعم، وهيئة الصحة توفر لقاح فايزر بيونتك كجرعة داعمة للأشخاص اللي خذوا جرعتين من أسترازينيكا أو جرعة أسترازينيكا وجرعة من فايزر بيونتك. أيضا هناك مجموعة من الأسئلة، هل يمكن للسياح أن يأخذون التطعيم؟ لا يمكن للسياح الحصول على التطعيم في هيئة الصحة بدبي أو في دبي بشكل عام. أيضا من ضمن الأشياء اللي قاعدين يسألوننا وقاعدين نشوف الحين أخبار في كل مكان بخصوص كوفيد، وهي فرصة للأشخاص اللي ما أخذوا وقاعدين نشوفوا كل هالأخبار اللي قاعد تصير في العالم. دائما ننصح الأشخاص إذا ما أخذوا التطعيم يجون يأخذون. تقريبا مراكز مفتوحة، يعني في مراكز حتى الواحد يقول ما عندي وقت، في مراكز تفتح جمعة وسبت من الساعة 4 للساعة 9. يعني اسمك كأنك تقولي لهم مالكم عذر بس بطريقة مهذبة، يعني احنا نفتح الجمعة والسبت. لأن حتى إذا نتكلم عن المواطنين، إذا كان عمرها من 50 سنة فما فوق، الخدمة توصلهم من البيت. للمقيمين من عمر 60 سنة فما فوق إذا ما يقدرون يجون المركز، في فريق كامل مخصص أنه يروح يعطي تطعيم في المنازل. فالخدمات متوفرة، كل اللي عليهم أنهم يتصلون، يعني إذا كانوا من كبار المواطنين أو من الأشخاص 50 سنة فما فوق وموجود من المواطنين، يقدرون يتصلون على مركز الاتصال ويقولوا لهم مثل وقت يناسبهم وين بيتهم، في أي مكان في دبي راح يوصلهم الفريق الخاص بالتطعيم، أو من خلال مراكزنا اللي موجودة في موزعة في دبي ممكن أنهم يجون. إذا ما يبون أيام الأسبوع، ما يبون الصبح شيء المساء،
ما يبغى المساء أيام الأسبوع في الويكند. فالخدمة يعني متوفرة في وايد أماكن، كل اللي عليهم إنهم يأخذون تطعيم. اللي واحد مثلا اللي مو بخايف على نفسه، على الأقل يخاف على الناس اللي حوله. ومن ضمن هالأشياء أحب أأكد على الإجراءات الوقائية، اللي مثل غسل يدين ولبس الكمامة والتباعد الجسدي، حتى لو قلت الحالات أو أي شيء. يعني نحن الجائحة موجودة، سواء قلت الحالات زادت الجائحة موجودة، علينا نحن كنا إن نحن نتم التزمين ليه ما يطلع أي إعلان يقول إنه خلصت الجائحة. النظام ما في شيء يقول خلص، أنت نحن ملتزمين، وهذا صح. جزء من نحن نسويه حق نفسنا وحق أهالينا. نعم، وأسمع أنا ما زلت أرى الكثير من الناس ما شاء الله ملتزمين، واللي يرفع طبعا واللي يساعد المنظومة الصحية عندنا في الإمارات التزام المواطنين بالكمامات وكذلك التباعد الجسدي، اللي احنا نشوف اللي قاعد يستوي أسمى برا هذا ما إلا من نقدر نقول الأغلب من قلة الالتزام هذا اللي نسمعه ونشوف أنهم ما عندهم التزام. هذا اللي يميزنا نحن في الإمارات، إن التزام الناس، إيمانهم باللقاحات الموجودة، حصولهم على التطعيم نسبة كبيرة ما شاء الله. فوايد أشياء يعني التزام الناس كان أحد الأسباب، يعني من أو إن سبب من الأسباب الكبيرة. فهاللي كانت يعني مشاركتنا اليوم، نتمنى للكل الصحة والسعادة. شكرا لك زميلتي أسماء الجناحي، ونحن دائما سعيدين بكل المعلومات اللي تقدمينها لنا. وطبعا مثل ما نقول السوشيال ميديا عندنا فئة الصحة بدبي مهم جدا، لأن كل هاي المعلومات تحصلونها هناك للي حابين ياخذون اللقاح أو ياخذون الجرعة الداعمة أيضا. فشكرا لك أسماء مرة ثانية على هاي المعلومات. فأعزائي المستمعين، بهذا نكون خلصنا فقرة السوشيال ميديا لليوم، ولكن وردنا على رسائل النصية القصيرة من أحد المستمعين اللي والله مو ظاهر لي رقم كم نهاية الرقم، ولكن تقول صباح الخير اختي آمنة، يا ليت تناقشون في برنامجكم عن أضرار صحة الطفل انشغاله بالألعاب الإلكترونية وإيجاد حلول بديلة للأمهات بدال عقاب الطفل وتهديده. إن شاء الله اختي المستمعة توقع هذا بيكون من حرمة، يعني بتكون رسالة من أم. فأقول لك إن إن شاء الله باخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار، ووعدك إن شاء الله إن نحن خلال الأيام القادمة إذا مو بهالأسبوع الأسبوع الجاي نتكلم في هذا الموضوع. وأيضا أيضا حبيت أقولكم إن إن شاء الله على السنة الجديدة بيكون عندنا الكثير من النقاشات والحوارات فيما يهم صحة الطفل، سواء صحته الاجتماعية مثل ما ذكرتي تفاعل الاجتماعي، أو كذلك الصحة النفسية للطفل، لأن عندنا وايد مواضيع مع الدكتورة أزهار إن شاء الله بنذكرها. فشكرا لك، وأنا أتمنى دائما من مستمعينا أن يبعثولنا رسائل النصية القصيرة عشان نحن نطور من برنامج ونتكلم عن الأشياء اللي هم حابين يسمعونها. فأعزائي المستمعين بنطلع معاكم فاصل قصير وبنرجع نواصل فقرات برنامج صحة وسعادة، تريونا. صحة وسعادة. يا هلا ومرحبا فيكم في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. هذا البرنامج اتقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. نذكركم برقم التواصل معنا واللي هي 600-551-414، ولرسائل النصية القصيرة 4006. أعزائي المستمعين، تعتبر وجبة الإفطار أحد الوجبات الأساسية اللي يجب الحرص عليها، فهي تمنح الجسم الكثير من الطاقة والحيوية الباقي اليوم، وهي من العناصر الأساسية. طبعاً وإحنا بنتعرف على ما هي العناصر الغذائية الأساسية والمكونات المثالية لهذه الوجبة، لأن أحد المستمعين الأسبوع الماضي واحدة من المستمعات قالت لنا أنه كنا نتكلم عن خبر عن أهمية وجبة الإفطار، وقالت نحن حابين نعرف أكثر عن شو هي الوجبة أو شو هي وجبة الإفطار الصحية أو المثالية. فبنستضيف اليوم معانا الأستاذة نجلة درويش، أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي، بتكلمنا أكثر عن وجبة الغذاء المثالية في الصباح. صباح الخير أستاذة نجلة. صباح
صباح النور والسرور، ونصبح جميع المستمعين ونقولهم صباحكم إن شاء الله كل خير وسعادة إن شاء الله يا رب. أستاذة نجلة، تكلمنا في الأسبوع الماضي عن أهمية وجبة الإفطار للجسم بشكل عام، فإذا بنتكلم اليوم عن شو هي المكونات المثالية والعناصر الغذائية الأساسية اللي المفروض تتضمنها وجبة الإفطار؟ وجبة الإفطار وجبة الريوق هاي فعلا مهمة، تزود الجسم بالفيتامينات وتعزز المناعة وتحسن الأداء الذهني وزيادة التركيز، خلينا نقول لجميع الفئات العمرية وحتى لجميع المجموعات الموظفين كانوا أو حتى اللي في البيت، بالعكس يعني لها فوائد وايد مهمة. شو طبعا شو يحتوي أو شو الوجبة هذه شو نحتويها، يعني بشو بنبدأ بها؟ الصبح نقولهم يأخذون مثلا الحبوب الكاملة مثل الشوفان، الخبز الأسمر، خلينا نقول الأطعمة اللي هو الكراكرز الأشياء الخفيفة، وبالتالي بعد ممكن نضيف للبروتين، بروتين أساسي نضيفه في وجبة الفطور. البروتين يعني نقول إحنا منخفض الدهون، وين مقادرها آمنة البروتين منخفض الدهون؟ نقول عندنا الأجبان يعني خفيف الدهون، البيض، عندنا البقوليات بطريقة الطبخ يعني من غير إضافات زيوت كثيرة، وعندنا بعد المكسرات كونها بعد مصدر مهم من مصادر الأوميغا ومفيدة للجسم، الأوميغا 3 والأوميغا 6. عندنا نشمل بعد وجبة الفطور بفاكهة مثل التفاح، الموز، البرتقال، الكمثرى، أساس نعزز المناعة ونحاول نكسب قدر الإمكان من فيتامينات ومعادن، وما ننسى الخضروات. تعرف عن في ناس ننسى الخضروات الصبح بالضبط، ممكن حتى هي ممكن حتى نحطها في سندويتش نفسها اللي نحن نحضرها، يعني مثلا حضرنا سندويتش ممكن يكون سندويتش جبن وياها يعني مثلا عليها خس، خيار، اي نوع من انواع الخضروات احاول بعد اشملها في وجبه الفطور. فهي تعتبر الوجبه الاساسيه لوجبه الفطور، وما ننسى كوب لبن او حليب عشان تكون الوجبه متكامله. نعم، فأيضاً إذا تكلمنا عن شو هي قلنا الوجبة المتكاملة خلال يعني الفطور، فشو بنقول أستاذة نجلة؟ لأن نعرف أنه وايد ناس يتجاهلون، نقدر نقول الوجبة الأساسية واللي هي الريوق يتجاهلونها ويخلونها يعني مثلاً على الساعة 12 أو الساعة 1 بحكم الانشغال يمكن بالعمل أو أي انشغال آخر، أو حتى يمكن يرقدون ما ينشون. فنحن نقول شو هي الأضرار المترتبة على تجاوز هاي الوجبة المهمة؟ بذكر نقطة مهمة، زيادة الوزن أول ضرر من خلال الإفراط، لأن أنا يعني إذا أهملت وجبة الفطور أعطيت نفسي الفرصة أني أنا أتناول أي شيء خلال اليوم. ليش؟ لأن طبيعة الجسم، طبيعة الإنسان بيشعر بالتعب، بيشعر بالخمول، الجسم ما حصل مصدر طاقة، ما حصل مصدر للعناصر الغذائية اللي يحتاجها، فممكن أخربط، ممكن أكل أي شيء لين وجبة الغداء أو أي على وجبة الغداء وأفرط في تناولي وجبة الغداء، بالتالي بيصير عدم السيطرة على الوزن، بيصير في زيادة بالوزن، عدم حصول الجسم على عناصر غذائية يحتاجها الجسم، قلة التركيز طول الوقت آمنة. إذا الشخص ما تناول وجبة الفطور وكان مثلا يؤدي عمله أو قاعد حتى بالبيت أو حتى نقول وين ما كان، بيحس أنه مو قاعد يركز، يعني في شيء خلل في جسمه إذا ما تناول وجبة الفطور. نعم بالتأكيد، لأن هي مثل ما نقول يعني حجر الأساس حق اليوم، كيف يبدأ الواحد يومه صح؟ فعلا ياكل ريوقة صح عسب يبدأ هاليوم يعني بنشاط وحيوية. إذا بنقول أيضا أستاذة نجلة فيما يتعلق بكبار السن والأطفال، شو هي الوجبة المثالية لهاي الفئة العمرية؟ بالنسبة لكبار السن نراعي نحن أول شيء إذا كانوا يعانون من أي أمراض مزمنة مثل السكر، ارتفاع ضغط الدم، وأي أمراض أخرى لا سمح الله إذا كان عندهم، نراعي كالنقطة بحيث أن نحن نقلل كذلك مثلا الاحتواء الوجبة، يعني في ممكن بعضهم يستسهل العصائر، فأنا أحاول حتى أن يعصر جهز العصير مثلا جاهز في البيت طبيعي من غير إضافات سكر، وحاول أتفادى العصائر قدر الإمكان في فترة الصباح، وأعطيهم مثلا صافحة تكون طرية يعني أساس إذا كانت تناسبهم، أشوف مدى احتياج الفئة العمرية هذه أو كيف مقدار مضغ الطعام عندهم أو شو الأشياء اللي يحتاجونه، وأراعي كذلك العناصر الغذائية الأساسية من بروتين سواء كانت البيض، الأجبان، الألبان، عندنا طريقة صنع الطعام كيف تكون مثلا الطريقة تكون صحية،
أتفادى أني أحط فيها مثلا زيوت كثيرة. التنوع مهم. أمي كبارت أن يحبون التنوع، يحبون شوفوا الألوان حلا. أنا ما أدت الأفطار والحمد لله. بعد الأكلات الشعبية يعني طبيعتها طرية مثل بلاليط أو أشياء يعني تكون خلينا نقول الدانجو أشياء تكون أوردي يعني طرية لهم نقدر نعطيهم. نحاول إحنا نطري الأكل ونشوف مقدار مضغم الطعام وتكون الوجبة متكاملة. يعني قلنا مثلا دانجو مصادر البقوليات موجود، يعني يمكن وفرت لهم بروتين، البيض، الألبان، الأجبان، أعطيهم كوب لبن، كوب حليب، أساس إني يعني أدعم الوجبة هذه بحيث أنها تكون متكاملة. وما ننسى كذلك أن نحط لهم الماي على وجبة الفطور، لأن ينسون يشربون الماي كميات كافية. بالنسبة للفئة الثانية الأطفال نفس الشيء، الحليب يعتبر وايد أساسي أو مجموعة الألبان الصبح، ونحاول نحن نحفز الوجبات هذه نحط لهم أطعمة غنية بالألياف الغذائية. يعني هم شوي الأطفال عندهم شوية هروب من الخضروات والفواكه فترة الصبح، حاول أختار الفواكه اللي يحبونها الخضروات بحيث أني أنا أطفي على الوجبة هذه شوية ألياف غذائية. يعني كثير من الأطفال أو خلينا نقول يرفضون السلطات بشكل عام، فأنا حاول يبلهم إياه بطريقة مثلا أصابع جزار، طريقة التقديم تكون يعني مناسبة لهم. يعني خلينا نقول الكوكيز، البسكوت مع زبدة الفول السوداني، البيض، الجبن، زبادي بالفواكه الطازجة. فهذه أمثلة على وجبة إفطار مثالية لهذه الفئة العمرية. نعم، فنقدر نقول أستاذة نجلة نحن وتفننا بوجبة الإفطار، يعني ممكن نصنعها بطرق يعني متعددة، وكذلك يعني حتى بالضبط خاصة اليهال، يعني موجودة عندنا على نقدر نقول موجود عندنا على الإنترنت يعني صور هائلة، وعلى فكرة تطبيقها ترى وايد سهل، أسهل من ما هو موجود. يعني أنا كنت أتوقع أن عمري ما بعرف أسوي هاي الأشكال الغريبة العجيب، لكن يعني في فترة الإجازات، في فترة نقول الحين عندنا ما شاء الله فترة المساء الجو حلو، فحلو إن نحن نبدع بهاي الأشياء للأطفال ونشاركهم يشاركونا بعد، حتى هم صاروا ما يقدرون يتناولون يعني وجبة الوجبة بشكل يعني مثلا عندنا البانكيك إذا بنسويه في البيت تقول يا هال ما يعرفون يأكلونه بس شيء دايركت، لا لازم يسوون عيون، يسوون لهم بوز، يسوون حركة، لأن تعودوا يشوفون هالمنظر خلاص هم إذا ما سويت لهم روحهم يسوون خلاص، يعني هم شيء متعودين يأكلونه بهالطريقة. فحلو أنهم بعد يتعلمون أنه ممكن يتفننون بهالوجبة يخلونها أحلى. فنحن دائما نقول شوية جهد من الأم وكذلك تقبل من الطفل وبنحصل على وجبة جميلة ومثالية. فأستاذة نجلة دائما أنا سعيدة بالمواضيع اللي تطرحينها وبطريقة طرحك، فشكرا لك على هاي المشاركة المتميزة. كل شكر لك ولفريق البرنامج والقائمين عليه، وأشكر كذلك المستمعين. شكرا لك أستاذة نجلة. أعزائي المستمعين، كانت معانا الأستاذة نجلة درويش أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي، كلمتنا عن أفضل الأطعمة لوجبة الإفطار. بننتقل معاكم الحين فاصل قصير وبنفاصل فقرات برنامج صحة وسعادة، وبنتكلم بعد الفاصل عن خدمات مكتب صندوق الصحة. تريونا صحة وسعادة. يا هلا ومرحبا فيكم من جديد في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. هذا البرنامج تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. نذكركم بأرقام التواصل معنا واللي هي 600-551-1414 ولرسائل النصية القصيرة 4006.
أعزائي المستمعين، تمكن صندوق الصحة بهيئة الصحة بدبي خلال العام الجاري من تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات الإنسانية بالتعاون مع شركاء الهيئة الاستراتيجيين، واللي تستفاد منها آلاف المرضى المعسرين بمستشفيات الهيئة ومن مختلف الجنسيات. وللحديث عن هذا الموضوع وما حققه صندوق الصحة من إنجازات خلال العام الجاري، سرنا أن يكون معنا اليوم عبر الهاتف الأستاذ سالم محمد بن لاحج، مدير مكتب صندوق الصحة بهيئة الصحة بدبي. صباح الخير أستاذ سالم. صباح النور، مرحبا أختي. يا هلا فيك أستاذ سالم. في البداية سعيدين بتواجدك معنا اليوم في برنامج صحة وسعادة، وحابين أيضا أن في البداية نعرف المستمعين حول يعني مكتب صندوق صحة وشو هي الخدمات اللي يقدمها. شكرا أول البرنامج أنه يلغي الضوء على صندوق الصحة والبرامج والمنجزات له. طبعا احنا بشكل منعرف أن يعني مهام ومسؤوليات صندوق الصحة في استقطاب الدعم المالي والعيني وتوجيه الأموال الممنوحة له من قبل الأفراد والمؤسسات والمؤسسات الخيرية والمتبرعين بغرض المساهمة في دعم القطاع الصحي والمستفيدين منهم دائما، طبعا تعزيز الرعاية الصحية والحالات الإنسانية يعني، والأنشطة المجتمعية بشكل عام، وأضيف له بعض المبادرات الجديدة مثل الابتكار أو المبادرات البحثية، والتنسيق طبعا مع المؤسسات المجتمعية في الإمارة يعني. نعم. وخلال الفترة هذه طبعا البرنامج نجح والصندوق نجح في جمع وحشد يعني بشكل نقول مساهمات كبيره من الجمهور يعني. بالتاكيد. وكذلك استاذ سالم، اذا بنتكلم عن البرامج والمبادرات اللي نفذها صندوق صحه لخدمه المرضى المعسرين. هو طبعا البرامج نظم بشكل نقول احنا التبرعات يعني، في كانت تبرعات توصل للهيئه، بس البراء والصندوق نظم التبرعات هذه مع المؤسسات الخيرية أو مع الجهات المانحة للصندوق. والبرنامج يعني أطلق على مظلة رئيسية عنده تم سميناها نحن برنامج مساعدة، وهي المظلة الرئيسية لكل أنواع المساعدات للحالات المعسرة يعني، إن كانت علاجات أو أشعة أو تصوير أو عمليات، وهذا فهي المظلة الرئيسية لصندوق الصحة. وشفنا ان الشكل ما نقول على حاجه الميدان او حاجه الاطباء، وهذا كان في مبادرات تمينا نطلقها على السنوات الفاضيه الماضيه يعني، منها انقذ حياه او وهي كانت اللي هي لزراعه او لتجهيز مريض الكلى للغسيل، وهي قسطره دائمه تكون للمريض الكلى. طبعا المرضى احنا نقصد هنا المعسرين، يعني سوينا فيها باكج أو طاقة متكاملة يعني، من دخول المريض أو تشخيص أن يحتاج غسيل كلى مع قسم الكلى في مستشفى دبي، أن يتركب لقسطرة دائمة، ويعني في تكلفة تمويل 13,000 تقريبا، يتكفل فيها الصندوق يعني بالتعاون طبعا مع المجتمع يعني. وخلال السنة هذه أطلقنا المرحلة الثانية من أنقذ حياة، واللي هي نجح صندوق في أنه يخصص مبلغ لزراعة الكلى. طبعا أطلقنا حملة بالتعاون طبعا مع دائرة الشؤون الإسلامية ومؤسسة محمد أو جامعة محمد الراشد لأعمال الجامعة الطبية مع الإمارات اليوم، وقدرنا أن نحن نخصص مبلغ لعدد من مرضى الكلى، والحمد لله الإجراءات بدت يعني بالنسبة للحالات هذه. والحمد لله أن البرنامج الصندوق نجح في إنقاذ حياة، وهي مبادرة تعتبر باقة متكاملة لمرضى القلب اللي هي الذبحة الصدرية أو القسطرة، اللي هي تحتاج إلى تدخل خلال 24 ساعة من دخول المريض، أن خاصة المرضى اللي هم يكون عندهم يعني يكون ما عندهم تأمين أو ظروفهم المالية صعبة وهذا، ويحتاج أن تدخل سريع لعملية قسطرة أو تركيب ستاندات أو شبكة للقلب يعني. نعم. والحمد لله يعني قدرنا نسوق لهذه البرامج واستقطاب أكبر عدد ممكن من المتبرعين لها يعني.
غير أنه غير حياتهم، وهي البادرة الجديدة اللي نحن نشتغل عليها من فترة يعني من بدينا السنة، وهي اللي هي حق مرضى الكانسر أو السرطانات بشكل عام، وبنطلقها السنة أو الفترة الجاية مع لسرطان الدم يعني كباكج متكامل، وإن شاء الله الله يوفقنا أن نقدر نغطي يعني أكبر عدد ممكن من مرضى السرطان يعني إن شاء الله. وطبعا أستاذ خالد، أستاذ سالم، ناهيك عن يعني الأجر اللي يحصل عليه المتبرعون والأجر اللي يحصل عليه أيضا العاملون في صندوق صحة. صراحة مبادرات يعني جميلة تهدفون فيها إلى مساعدة الناس المحتاجة للمساعدة من المرضى. فإذا إحنا بنقول كيف ممكن الاستفادة من برامج ومبادرات الصندوق، وكيف يتم دراسة الحالة المرضية؟ هي بس بكمل لك، احنا عندنا بعد اكثر من مبادره عن غير حياتهم قلناها. العيون بالنسبه بالتعاون مع المؤسسات الخيريه، هذه مع مؤسسه نور دبي، قدرنا ان ننسق ان نكون احنا الاجراءات العمليات وهاي في مستشفى دبي بالتنسيق مع مؤسسه نور دبي للعيون، فكل حالات نور دبي للعيون داخليا تنفذ من خلال برامج او التنسيق كباقه متكامله مع نور دبي ومع موظفي الهيئه ومع مستشفى دبي للعمليات هذه. من البرامج اللي هي مستمره اطلقناها واستمرت عياده تطوعيه في مستشفى لطيفه، وهي عياده تعتبر نسائيه لامراض النساء، بالنسبه هي تطوعيه بالنسبه للاطباء والكادر الطبي بالنسبه لهيئه الصحه، انهم يخصصون جزء من وقتهم او يتبرعون أو يتطوعون بجزء من وقتهم للحالات هاي بعد الدوام الرسمي. ونجحت هاي المبادرة بالنسبة لنا احنا. عندنا برنامج العيادة النفسية ومع الأخصائية الكلينيكية في المستشفى، أن الحالات النفسية تعرفين تكلفة أدوية غالية وساعات ما تكون مغطى بالبرامج التأمينية، ونجحنا في الحمد لله توفير أدوية لهم وبرامج متكاملة يعني. نعم. غير الحمد لله برامج الأدوية اللي هي الأمراض الخطيرة والمزمنة، قدرنا ننسق ونسوي برامج متكاملة بمثل المرضى هذه عشان يستمر أو أنه يكون استدامة لعلاجاتهم طول السنة يعني. نعم، نقدر نقول أستاذ سالم باللاحج أنكم تناولتوا في صندوق الصحة. الصراحة أنا أشوف أنه يعني معظم الأمراض اللي تحتاج علاج على المدى الطويل، إذا أنت ذكرت العيادة النفسية، ذكرت العيون، ذكرت السرطان الله يعافي جميع مرضانا، وكذلك أمراض القلب إذا ما خاب ظني. فيعني ما شاء الله تناولتوا نقدر نقول الأمراض اللي يعني بالفعل الناس تكون فيها محتاجة للمساعدة وممكن تؤدي إلى الوفاة لا سمح الله إذا ما حصلوا المساعدة في الوقت المناسب. يعني إذا يتم المساعدة بعدين ترى ما بتفيدهم نفس ما بتيهم في نفس الوقت. وكذلك ذكرت العيادات التطوعية، يعني أن يتطوع فيها الأطباء من مستشفى دبي في الأمراض النسائية. فيعني نقدر نقول أستاذ سالم باللاحج مبادرات يعني تشكرون عليها الصراحة، ومبادرات كبيرة تعتبر على مستوى يعني صندوق الصحة. إذا بنقول عدد المرضى أستاذ سالم، إذا نحن على في نهاية السنة بنقول كم عدد المرضى المستفيدين من خدمات صندوق الصحة خلال عام 2021؟ هو نحن يمكن يعني نتوقع أن نوصل لين 2000 مريض على نهاية السنة، يعني إحنا لين الحين مغطين أكثر من 1900 مريض يعني، وما تكلفته تقريبا يعني حدود 23 مليون من قيمة البرامج بالتعاون طبعا مع شركائنا بشكل عام يعني. يعني هذا لغاية الحين يعني، وإن شاء الله نتوقع أنه نغطي لغاية آخر السنة يكون فيه يعني للرغم النهائي، نحن نتوقع أن نوصل إلى 2000 مريض إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ سالم ذكرت أن هناك شركاء معاكم، إذا بتذكر لنا أبرز الشركاء الاستراتيجيين لصندوق الصحة. هو طبعا الصندوق نجح السنة يعني أن نحن ما يقارب من 17 مؤسسة خيرية على مستوى الدولة تصب في برامجنا أو تساعد أو تساهم في برامجنا. يعني نحن كنا حلقة وصل أو تنسيق مع المؤسسات الخيرية أن الحالات هذه نحن نرفع لهم تقارير أو هم يعطونا الحالات مباشرة ونحن نتابع عندنا في الهيئة أو نحولهم التبرعات مباشرة. والحمد لله السنة إحنا أطلقنا
برنامج إلكتروني يعني يتبع رحلة المريض من بداية تشخيصه أو الطبيب لغاية أخذها البرنامج العلاجي ورفع التقارير إن شاء الله في نهاية السنة للمؤسسات أو المتبرعين. يعني فنحن يمكن المؤسسة الرئيسية عندنا دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري وهي المظلة الرسمية لنا، وفي دبي نحن كل المؤسسات الخيرية تقريبا من مؤسسة محمد راشد للأعمال الإنسانية، دبي الخيرية، الجليلة، تراحم، كل المؤسسات الخيرية هذه يعني اللي في دبي أو في الإمارات كلها بشكل عام نحن نتعامل وياها. الحمد لله السنة بعد نحن أضفنا برامج مجتمعية مثل برنامج اللي هو 100 مليون وجبة بالتعاون مع بلدية دبي، قدرنا أن احنا نوزع النير أو الطرد الغذائي حق عدد كبير من المستفيدين إن كانوا أهالي المرضى أو أهالي بعض الموظفين اللي موجودين في هيئة الصحة، من باب يعني يكون في مبادرات مجتمعية مشتركة. مع الهلال الأحمر نفذنا إفطار صايم مع الأضاحي مع بيت الخير ودار البر نفس الشيء. هذه البرامج كلها تعتبر تصب كلها تحت دعم الحالات الإنسانية يعني أو الحالات المجتمعية حتى. نعم، نقدر نقول يعني أستاذ سالم باللاحج هذه الخدمات اللي قدمتوها لم تكن لتأتي بدون الشركاء الاستراتيجيين، بدون المبادرات الجميلة التي وضعت من صندوق صحة على كل نقدر نقول التخصصات المهمة. نحن ذكرنا أستاذ سالم كيف ممكن للأشخاص أنهم يستفيدون من برامج ومبادرات صندوق الصحة، ولكن هل يمكن لأحد المستمعين أنه يساهم في يعني التبرع أو يساهم ب يعني مساعدة صندوق صحة لخدمة هؤلاء المرضى؟ هو طبعا المساهمة ضرورية، لأنك أنت عشان تضمن استدامة مثل هذه البرامج فالمساهمات هاي ضرورية عساس أنك أنت تقدر توصل لأكبر عدد من المستفيدين، تقدر تستمر في البرامج الموجودة. فنحن حسب الآلية أن يعني نقبل من كل الجهات أنها تكون مساهمة، كانت مؤسسات خاصة أو متبرعين مباشرين أو حتى من خلال المؤسسات الخيرية إذا يكون في برامج مشتركة بينهم أو حملات مشتركة يعني تتبناها البرامج هذه أو المؤسسات هذه. نعم، وكيف تكون المشاركة أستاذ سالم؟ هل تكون عن طريق، هل لكم رابط معين، هل لكم أرقام معينة يمكن التواصل للمساهمة في يعني هذه المبادرات اللي تطلقها صندوق صحة؟ في طبعا احنا المشاركات في رقم حساب للدونيشن موجود في الهيئة، وفيه رقمات ارقام التواصل يعني مع الصندوق يعني للاستفسار او يعني طريقة التبرع او طريقة المساهمة في هذا او الوصول لنا يعني لغاية المكتب اذا حاب حد يطلع على برامجنا او يعني المصداقية اكثر او لهذا يعني. نعم بالتأكيد أستاذ سالم باللاحج هذه الخدمات الإنسانية الكبيرة اللي تقدمونها من صندوق الصحة في هيئة الصحة بدبي للمستفيدين أكيد مأجورين عليها، ويعني تعتبر خدمة مجتمعية كبيرة. ومثل ما ذكرت أستاذ سالم أيضا أن هناك عدد كبير من المرضى في هذا العام استفادوا من هذه المبادرات تكاد تصل إلى يعني 2000 مستفيد، فنحن نقول أن أكيد مبادراتكم كان لها أثر كبير على يعني قرابة 2000 مريض، مو برقم بسيط. فأستاذ سالم كلمة أخيرة تقدمها قبل ما نختم فقرة برنامج صحة وسعادة. طبعا دعمكم أنتم وايد أساسي يعني بالنسبة للإعلان عن البرامج هذه يعني من خلال مثلا إعلاناتكم أو يعني توجيهاتكم أنتم في الإعلام. طبعا احنا شبه ما نقول لصالح رفع أو تعزيز الصحة في الإمارات أو في دبي بشكل خاص، فنتمنى أن نكون نحن نوصل لأكبر عدد ممكن من المستفيدين، ونتمنى أن نكون نوصل لأكثر عدد ممكن للمتبرعين اللي حابين أنهم يكونوا في يعني جزء من هذا البرنامج يعني. بالتأكيد أستاذ سالم باللاحج مدير مكتب صندوق الصحة بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك ولكل فريق العمل في صندوق الصحة على مبادراتكم الجميلة. شكرا لك. شكرا أخي.
أعزائي المستمعين، دائما نقول الأعمال الخيرية تصب في صالح الشخص نفسه وفي صالح اللي بيستفيد من هذه الأعمال الخيرية، لأن دائما نحن نقول أن الصدقة بتعود على الإنسان نفسه أيضا بالفايدة وليس الأفراد اللي أنتم بتصدقونهم. فتخيلوا كيف ممكن أنكم تسعدون الناس، فأسعد الناس مثل ما يقولون من أسعد الناس. فنحن نقول لأستاذ سالم باللاحج ولفريق العمل في مكتب يعني صندوق الصحة بهيئة الصحة بدبي، مشكورين على أعمالكم اللي تقدمونها لخدمة المرضى وفي ميزان حسناتكم إن شاء الله. وطبعا قبل ما أختم برنامج صحة وسعادة، بعدنا مستمرين احتفالا بيوم اللغة العربية، بقول لكم جملة قبل ما أختم. تقول هذه الجملة: إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد. فنحن نقول لكم مرة ثانية: اعتزوا باللغة العربية، اتكلموا بها، علموا عيالكم، خلوها لغتكم الأساسية، لأن ما في أفضل من لغة القرآن ولغة الضاد. أعزائي المستمعين، سعدت اليوم بتقديم معاكم برنامج صحة وسعادة، وفي نهاية حلقتكم في نهاية هذه الحلقة أشكر لكم حسن متابعتكم، آملة أن نكون دائما عند حسن ظنكم، والشكر الجزيل لفريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وكذلك في التنسيق والمتابعة كانت معنا زميلتي ميرا الخفلي، وفي الإخراج كان معنا مخرجنا وائل القواسمة، وكل الشكر لإذاعة نور دبي والقائمين على هذا البرنامج. كنت معاكم في تقديم برنامج صحة وسعادة، محدثتكم آمنة آل علي، وأتمنى لكم دائما الصحة والسعادة.